هنا عندنا إصابة تنس ألبو اللي هي بتبقى في أطار الكوع. أوكي. ممكن أسألك هنا نسبة الألم كم؟ 10. أوكي. ومن جوه نسبة الألم هنا كم؟ يعني 8. تمام. أوكي. عندك أي ألم هنا؟ أي 10. 10. أوكي. ممكن تقول نسبة الألم هنا قد إيه؟ ممكن تدوس أقوى شوي؟ أدوس. دلوقتي؟ 3. أوكي. هنا؟ كم دلوقتي؟ كم في 10 من شوية؟ 3 الحين.